السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي متابعين قناة بي أي إيجي على اليوتيوب. النهاردة جايين بفيديو جديد، فيديو شرح تعريف الطبعة الستين تلاتين أو أي طبعة كانون. هنجيب تعريفها إزاي؟ طبعا هنجيبها من على الموقع الرسمي الكانون، وهنسيب لكم إن شاء الله رابط الموقع أسفل الفيديو في الديسكريبشن في الوصف تحت الفيديو. أول حاجة بعد ما ندخل الموقع الرسمي وبعد ما نكتب إن إحنا عايزين تعريفات كانون ايسنس ال بي بي 6030 او ايا كانت الطبعه، حدد لنا صفحه زي ديت. هنختار الدرايفر من هنا. بعد ما نختار الدرايفر من هنا هو يعني هيبقى متاكتف على الويندوز اللي هو موجود عندنا، هو هيقرا الويندوز تلقائي. هنختار من هنا اللغه، بس انا بفضل ان هي تبقى انجليزي عشان التعريفات تنزل كامله عموما. وهنختار من هنا داونلود. بعد اما نختار داونلود هيظهر لنا المربع ديت، هنختار كليك تو اكسبت، هيحولنا على صفحه ثانيه هنقول له يس، وهننتظر مع بعض ثواني هنلاقي الملف نزل بالطريقه ديت معانا. بعد اما الملف يكتمل تحميله، بعد اما الملف يكتمل تحميله بالطريقه ديت هنعمل شو ان فولدر، هيظهر معانا الملف كده، هناخده كوبي وهنحطه على الديسك توب. بعد ما يظهر الملف معانا على الديسك توب بالطريقه ديت هنعمل كليك شمال، وهنضغط على وهيظهر لنا المربع ده ونقول له يس. بعد كده هو هيبدا يفك الضغط عن الملف مع نفسه، هننتظر ثواني لحد اما يفك الضغط والشريط ده يكتمل للاخر. بعد ما الشريط يكتمل من الاخر هنلاقي المربع اختفى لوحده، وهيظهر لنا الملف ده. طيب بعد ما يظهر لنا الملف ده احنا كده خلصنا التشطيب بتاع او تنزيل البرنامج التشطيب. لو انت بتستخدم ويندوز 10 هنيجي في مربع السيرش وهنكتب كلمه كنترول ونختار كنترول بانل، وبعد كده هنختار هاردوير اند ساوند، وبعد كده هنختار ديفايس اند برينتر. بعد ما يدخلنا على ديفايس اند برينتر هيدخل لنا نفس الصفحه ديت. انا كنت مسطب الطبعه قبل كده، فهعمل ريموف ديفايس علشان اعلمكم ازاي ان شاء الله تتسطب وتنزل معانا وتبقى متاكتف. بعد ما يجي لنا الصفحه ديت هكبرها لكم كده شويه، هنجيب اد برينتر وهنختار الكلمه ديت، وهندوس على اخر حاجه تحت، ثم نضغط نيكست، ثم نيكست، ثم هنختار هاف ديسك، وهنعمل براوز، وهنختار الديسك توب، وهنختار الفولدر اللي فيه اللي احنا فكينا الضغط من عليه في الاول. هنختار اخر حاجه برضو 64 ونختار الدرايف، وهنختار الملف ده ونقول له اوكي. هتظهر معانا الطبعه بالطريقه دي، هنختارها كده ونقول له نيكست، ريبليسمنت فايس، نيكست، نيكست. كده بكده تكون الطبعه هتنزل معانا دلوقتي في مع الطبعات اللي متسطبه. هيختار لنا، هيجي لنا المربع ده بيقول ان يو هاف سكسفول ادد كانون، واسم الطبعه سيت از ديفولت برنت. اقول له ماشي، انا عايز الطبعه الرئيسيه على الكمبيوتر عندي. هو لو انت عايز تختبر الطبعه ان هي متوصله صح او لا اضغط برنت تيست بيج. لو ضغطت برنت تيست بيج المفروض ان الطبعه تضغط تشتغل معايا على طول. هي طبعا لان انا الطبعه مش موجوده حاليا فانا شايلها، انا يعني عامل الفيديو ده تعليمي مش اكتر. هقول له كانسل، وبكده الطبعه هتكون ظهرت معانا في الملفات وتقدر تطبع عليها بكل سهوله. المهم زي ما انتم شايفين حضراتكم الطبعه موجوده اهيت، ونقدر نطبع عليها بكل سهوله. وإن شاء الله أشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعجبك الفيديو؟ لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.